سادتي سادتي، هذه تحياتي، محدثكم فارس عوض من كابينة التعليق، ونلتقي الآن من ملعب واندا متروبوليتانو، حيث هذه القمة المرتقبة وهذا الديربي الكبير، ديربي مدريد. أتلتيكو ينتظر ريال مدريد في مواجهة شقت طريقها للقمة في السنوات الأخيرة وأصبحت واحدة من أبرز ديربيات العالم. الكل يتابع، يراقب، ينتظر الضجة كبيرة في وسائل الإعلام وأكبر هنا في ملعب المباراة، وتزداد أكثر وأكثر مع اقترابنا لضربة البداية. على الشاشة تشكيلة أتلتيكو مدريد، طريقة تقدر تقول متوازنة في خطة تقليدية الأربعة أربعة اثنين. تشكيلة ريال مدريد الآن أمام حضراتكم. في المرمى يتواجد كورتوا، سيرخيو راموس سيلعب بجوار رافائيل فاران في الدفاع، لوكا مودريتش سيبدا مع كاسيميرو في خط الوسط، وفي الأمام يتواجد كريم بنزيما. الجماهير تتذكر جيدا تتويج أتلتيكو مدريد باللقب العاشر في تاريخ مسابقة الدوري الإسباني في 2014، وذلك بعدما تعادل تعادل حاسم في الجولة الأخيرة أمام برشلونة، نجح في حسم اللقب إلى ملعب الفيسنتي كالديرون. صفرة حكم المباراة تعلن عن بداية الديربي هنا في مدريد، إثارة منتظرة، قمة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد. ساول، كوكي، كوكي الآن ممكن يلعب لك كرة عرضية، عرضية على القائم القريب، كورتوا يتصدى واللعب مستمر الآن. ساول، كوكي، عرضية تصل إلى الصندوق، كانت عرضية ما أعتقد في لاعب ضاع على أرضية الملعب، وبالتالي الحكم بيوقف اللعب. نعود لاستكمال هذه المباراة بعد خروج اللاعب المصاب. استغلال جيد حقيقة الأطراف من أتلتيكو مدريد. تمركز ممتاز يساعده في قطع الكرة. كاسيميرو، لوكا مودريتش، جميل تبادل الكرة، تمرير الكرات يتم بشكل مميز جدا في المقدمة من أجل خلق فرصة ومساحة للتسجيل. كرة ثابتة في وقت مبكر جدا من المباراة. الآن التفكير في كيفية تنفيذ هذه اللقطة، تركيز عالي مطلوب حتى تشكل خطورة. كرة بتتخلص بتصدي ممتاز. ضربة ركنية لريال مدريد. توني كروس بيلعب ركنية إلى منتصف الصندوق، يفشل في إبعاد الكرة بعيداً عن مناطق الخطر.
البحث عن هجمة مرتدة. كوكي عرضية عند القائم الثاني، تألق في بعض الكرة. فرصة كانت الهجمة مرتدة لكن ما استغلت بشكل مطلوب. كاسيميرو، دانيال كارفخال، رافائيل فاران. الضغط يجبر على الخروج بالكرة. كوكي، ساول، ضاعت الفرصة، يفقد الكرة. كاسيميرو، دانيال كارفخال، تبادل التمريرات أمام المرمى، البحث مستمر عن فرصة للتسجيل. الكرة بتتشتت بعيد عن المرمى. كوريا، الدفاع يتدخل، يمنع الكرة العرضية. خطأ لصالح أتلتيكو مدريد. من هذا المكان يحتاج لتنفيذها بالتأكيد للزملاء بالشكل الصحيح حتى تشكل خطورة على المرمى. يا رب على التسديدة، أي فرصة وأي عارضة وأي قوة، أي كرة عابرة للقارات، أي لقطة بتضيع، أي عارضة تتدخل في هذا الوقت لتحرمنا من هذا الهدف الجميل. ساول، توماس بارتي، دقائق أولى تمر من هذه القمة، من هذا الديربي والذي يعتبر حالياً الديربي رقم واحد على مستوى العالم، خاصة بعدما وصل الفريقين إلى المباراة النهائية للشامبيونز ليج مرتين في آخر السنوات. تتكلم عن التنافس، عن حجم الفريقين، عن الإمكانيات، عن التشكيلة، عن الإثارة، عن الصراع، عن كل إمكانيات الروخو بلانكو وكل ما يستطيع المارينجي بكل تأكيد. مباراة تحظى بمتابعة عالمية وتغطية إعلامية غير عادية. إيدن هازارد، ماذا سيفعل الآن؟ خارج الملعب، وركلة مرمى. إعادة للكرة الخطيرة كانت قريبة جدا من المرمى. حذر واضح مشاهدينا من الفريقين في أرضية الملعب، لا أحد يريد أن يغامر، شايف الاستحواذ على الكرة والأرقام في الإحصائيات، نريد أن نشاهد مباراة أكثر إثارة، نريد بالتأكيد انطلاقة أكبر، جرأة أكبر إلى الأمام. إيدن هازارد، مارسيلو، توني كروس، كاسيميرو، إيدن هازارد، كريم بنزيما، ممكن التقدم الآن. يا الله على الأجواء، على الفرحة، على التقدم، على كرة في الشباك، هدف لا يحسم الديربي لكنه يتقدم بريال مدريد. الله على الإثارة، الله على كرة انتهت في الشباك. شوف اللقطة، شوف الإعادة، شوف التصويبة من داخل المنطقة، صعب التصدي لهذه الكرة. علامات الإحباط واضحة.
تناقل الكرة بهدوء، انتظار فرصة حقيقية للاختراق. ضربة حرة لريال مدريد. إيدن هازارد، مارسيلو، سيرجيو راموس، توني كروس. صافرة الحكم، توني الشوط الأول 1-0. ريال مدريد خرج من الشوط الأول متفوقا في النتيجة، الآن عليه أن يحافظ على تفوقه. رافائيل فاران، دانيال كارفاخال، لوكا مودريتش. لا جديد، الله على الكرة، على المهارة، على دقة غير العادية في التمرير. توني كروس، دانيال كارفاخال، مودريتش هنا في مكان خطير، ملعوبة إلى كارفاخال. إمكانية الكرة العرضية، روع المدافع، يستخلص الكرة بتدخل ممتاز. لوكا مودريتش، فرصة عرضية إلى منطقة الجزاء. الله على التمرير، حارس يوقف الكرة بشكل ممتاز. يعرف كيف يمر الكرات، الله على نقلات الكرة، كيف يوزع اللعب في أرضية الملعب. دانيال كارفاخال، كاسيميرو، الهجوم بطريقة التيكي تاكا، تمريرات سريعة من أجل إيجاد المساحة المناسبة لضرب الدفاع. يعيدها لوكا مودريتش، كرة بتلامس اللاعب تتحول إلى خارج الملعب من تماس. دانيال كارفاخال، بنزيما، بإمكانه إرسال كرة عرضية خطيرة الآن. لو تأخر شوي في التحرك لكان في موقف سليم في هذه اللقطة. بتروح الكرة من لاعبي أتلتيكو مدريد. توني كروس، كرة بتذهب لكريم بنزيما. توماس بارتي، تمريرة باتجاه الجناح. لوكا مودريتش، دانيال كارفاخال، كاسيميرو. الفريق الآن متقدم في النتيجة ويلعب بثقة كبيرة وبراحة أكبر من خلال التمريرات أيضا في وسط الملعب من أجل سحب الخصم من أماكنه. كوريا، ألفارو موراتا، توني كروس، كاسيميرو، كريم بنزيما. تسلل موجود في هذه اللقطة. تغيير تكتيكي من جانب المدرب يسعى من خلال الحفاظ على النتيجة. يفقدون الكرة الآن في أتلتيكو مدريد. توني كروس، بنزيما يحاول دعم الهجوم. مارسيلو، إيدن هازارد، تدخل جميل من اللاعب. رمية تماس للريال. توني كروس، الفرصة متاحة لإرسال كرة عرضية. الكرة لا تمر من أول مدافع. تصدي ممتاز، رمية تماس للميرينجي. تغيير الآن في تشكيلة أتلتيكو مدريد، يخرج ألفارو موراتا من المباراة الآن.
عنده الإمكانية هنا من جديد إلى كارفخال. كريم بنزيما فرصة للعب كرة بعرض الملعب. لوكا مودريتش لا وجود للتسرع، نقل الكرة من قدم لقدم هو المهم الآن. الانتظار لفرصة مناسبة من أجل الانقضاض. تمركز رائع، افتكاك كرة بعد الأخرى. أي دور دفاعي يقدم اليوم في هذا اللقاء؟ روح كبيرة، شوف التدخل، الكرة تحت سيطرته مرة أخرى. ما زال أتلتيكو مدريد متأخر بهدف في المباراة. كوكي هنا في مكان خطير، ماذا سيفعل الآن؟ عند الكرة الآن، الكرة بتتشتت بعيد عن المرمى. ساول عند الفرصة في هذه اللحظات، عرضية على القائم القريب، عرضية تجد طريقها إلى يد الحارس. الحارس العملاق كورتوا في كل لعبة الجماهير تطلق صفرات الاستهجان ضد اللاعب. ندخل الآن في الدقائق الأربعة الأخيرة من هذا اللقاء. دانيال كارفخال، لوكا مودريتش، توني كروس، كوكي، توماس بارتي. حكم المباراة احتسب دقيقتين كوقت بدل ضايع. كريم بنزيما، إيدن هازارد، توني كروس. بعد 90 دقيقة لعب نصل إلى نهاية اللقاء. تنتهي مباراة الديربي المنتظرة بالهزيمة. نتيجة موجعة للفريق، أن يحتفل جارك ولا تستطيع أن تشارك، هذا معنى الخسارة في الديربي.